احلى سؤال يا كابتن سمير. هل الدوري المصري بيفرز لاعب دولي بعد البطوله العربيه؟ بعد كلامكم ده انا بتكلم على الدوري المصري. بعد اللي انت شفته بعد ما ضم لاعبين من 9 انديه بيفرز لاعب دولي؟ اهو قدامك اهو ده لاعب دولي. لا يا اسلام لا انا بتكلم على دلوقتي. اسمعني انا بقول لك انا لا انت السؤال ده بيرس لحظه واحده اصل كلامنا احنا فاهمين بعض. انا مش هقطعك بس انا هقول لك على حاجه يا اسلام والله مش انا اللي بقطعك. لا انا ماشي انا سالتك السؤال وقال كابتن سمير اتكلم. لا وقال كابتن قلت لك بره مين هو محمود لاعب دولي انا بقول لك بيلعب في الدوري المصري. كابتن محمود انا بسالك سؤال كابتن دولي وانا لعبت دولي في الدوري المصري. مش احنا مصريين لعبنا في الدوري المصري لعبنا منتخب. دلوقتي الامور اختلفت. ما هو السؤال انا رابطه لك بالجيل بتاعنا واللي بعدينا والجيل الحالي. مع المواهب قلت. لا اختلف معاك. لا معلش لا معلش معلش انا برد على السؤال. لا بص يا صاحبي برد على السؤال. المواهب قلت ان انت يبقى عندك لعيب دولي. لا معلش ما هو خلي بالك السؤال ده حلو بس ترد عليه صح. وبعدين وبعدين كمان وبعدين انا هرد استنى بس اديني فرصه. ليه عندك الدوري في لعيبه دوليه. خلينا نسمع كابتن رضا. عمر كمال عبد الواحد وعندك رفعت الاثنين دول مش من الدوري المصري هم دول بس يا كمونه. بص اسلام سالك سؤال ذكي جدا على فكره. انت بقول لك هل الدوري المصري بيفرز؟ لا مش بيفرز. انا قلت اثنين. لا عارف ليه ما بيفرز؟ لا انا جاوبت انا كابتن انا جاوب اللي انا عايزه مش كابتن رضا. اتكلم في نقطه مهمه جدا. انا جاوب اللي انت عايزه مش انت عايزه. لا انا مش قصدي. هو سالني سؤال انا قلت ايه؟ رفعت ومين تاني؟ وعمر كمال عبد الواحد. بس هتروح بعيد ليه؟ انت لسه استنى بس انت لسه اسلام بيقول لك الدوري بيفرز. بيفرز بس المشكله انت بتقول لي رفعت. طيب رفعت ده مش عمل قلبان الماتشين اللي فاتوا اللي هو لعبهم ماتش السودان والماتش بتاع الاردن طبع. صح؟ طبعا. طب ما يلعبش ليه؟ دي بتاعته هو بقى. لا ما تسمع بتاعته بقى بتاعته هو بقى. ما تسمع مش احنا في احنا وقلنا يا كابتن رضا الاثنين دول افضل اثنين موجودين معاك. ايوه ما انا هقول لك هو ما بيلعبهمش يبقى حر. لسه هقول لك بقى لسه هرد عليك اهو. في مواهب يا اسلام بس المشكله ان كل المدربين اللي شغالين للاسف كلهم ما عندهمش الحته الفنيه اللي هو اللعيب الكوره اللي يقدروا ينطقوه. هو عايزين واحد يجري ويخبط عشان يقول لك ايه ده اكتشافي ده اختراعي. انما لعيب الكوره ده على مستوى كله بقى اكاديميات وانديه ومنتخبات وكل ده عشان يقول لك ايه انا اللي عملته. مع ان مع كل الاحترام كل المدربين هات كده مش هتلاقي واحد كان فلته كله كان بيجري ويخبط ويصد ويرد والكلام ده. فعشان طيب. انما انت عندك مواهب بس العين فين؟ سألت انت عندك اقل حاجه كابتن قلت عشان مالهمش بص مالهمش ده مش حد بيطور خلاص مالهمش ده. انت اتكلمت كابتن رضا كابتن ابو لا هو كابتن رضا اتكلم في حاجه مهمه يا اسلام. انت بالك يعني انت النهارده عشان تغير وتجيب مدربين صح ومدربين تمسك منتخب مصر انت غير الاشكال اللي بنشوفها بقالنا 40 سنه وما صلحتش حال الكره المصريه. وهو هو الكلام وهو هو المدربين اللي بتيجي هيتغيروا اعتقد في الجماعه ده لازم يتغير. ده في ناس بتتحكم يعني اعتقد ان بقى في وعي كبير لكن خلي بالك في الفتره زي ما الفساد اتنظف وفي البلد كلها اصلا مجال الرياضه لازم ينظف. طيب مجال هينظف ازاي؟ سؤال تاني. طب انا اقول لك انا اقول لك انت قطاعات الناشئين يا اسلام بقت بتتباع بقى في استثمار. اللي يدفع يلعب اللي بيدفع هو اللي بيلعب. الاكاديميات وبعض الفرق والانديه الفرق غير الاكاديميات الفرق اللي مشاركه في المسابقات يعني اصبح عندك لعيبه مصنوعه مش موهوبه. انت ممكن تلاقي نادر لما تلاقي لعيب موهوب يعني ليه